الفار هو يهرسهم ضربوا باش ما يخدمش باش ما يعاودوش يشوفوا البيت. الجمهور ديال الترجي جمهور غنقولها بهذه الطريقه هذه جمهور موثق تعدى على اللعابه ضربهم في التريبيل حنا كيشيروا عندنا بالقراعي ما فهمتش انا الا بغاو يديو الشامبيونز خصهم يديوها حلالا باش ربي يعاونهم ماشي فريق بحال هذا كيقول لك فريق القاب لا فريق ديال الخبز هذا هو فريق موثق لا من الرئيس ديالو لا من الستاف ديالو لا من كل شيء يعني هاد الشامبيونز ليغ اللي بداو حرام حنا اللي ربحنا حنا اللي نستاهلوا هاد الشامبيونز ليغ. النهائي غير بالنسبه لكم يعني كيفاش كانت الظروف وانتم على الارض ديال الملعب يعني كيفاش كنتوا كتشوفوا الاجواء واش فقدتوا الامل قبل ولا يعني بقيتوا يعني بقى عندكم هذاك الحظوظ الى اخر خير. سجلوا عندنا الهدف ولكن رجعنا في النتيجه كانت ضربه جزاء خصهم يعطيونا الحق ديالنا. مشينا عند الاربيت قال لك ما غنصوبوا الفار وغادي يكمل الماتش. ملي جينا قلنا ليه خصك تعطينا البيت ديالنا وديك الساعه يكمل الماتش ماشي غنصوبوا الفار ونجيو للتيران وحنا خاسرين بواحد ما يمكنش نكملوا. ما كنتمنى من الكاف هذا ياخذوا شي قرار يشوفوا هاد المهزله ولا احسن مشيو نلعبوا في اسيا ما بقاوش نلعبوا حنا في الافريق. لا لحقاش راه علاش لورو فيتينا حيت كل واحد كيستاهل هذاك النيفو اللي فيه. الفرقه كتستاهل تربح له كتستاهل دوز خاصها دوز صافي ماشي يشريو ماتشات. الاربيط مشري كيهضر مع الاربيط اللي حداه وكيضحك يعني كاين الفلوس كيدوروا الرشوه باش يديو القاب. كانت استفزازات بالنسبه للاعبين سمح الله اللاعبين نقول لك واحد الحاجه اللاعبين هضرنا معاهم كيحشموا يقولوا اشنو كاين ولا بيت ولا ماشي بيت ما قادرينش هما يهضروا معانا لحقاش عارفين الحق عندنا حنا. كنتمنى ان شاء الله باش ياخذوا القرار. شنو واحد اللقطه بان انت اللي كنتي لاعب اللي لاحظتي بان الفار ما كانش خدام طبعا الحال يعني ملي تسجل هذاك مشيت للفار لقيتونا طافينو البوليس حدا كيضحكوا بزيتو وريتو عاود الجمعه.